مرحبا أصدقائي، اليوم في كالجاري وهذا مركز مدينة كالجاري داون تاون. نسوي جولة بي. هذا الفيديو خاص لأصدقائي في العراق كندا. تشوفون الساعة هسه 10:30 تقريبا. يعني أعطيكم الساعة هم. كالجاري واحدة من المدن في مقاطعة البرتا. وعدد نفوسها حوالي 1,000,000، شوي أكثر من مدينة إدمنتون اللي هي العاصمة. باردة، اعتمادها على هم النفط. البنايات الموجودة بها أعلى من موجودة في إدمنتون، يعني أنا شايف إدمنتون بس هاي شوي أعلى بناياتها، الدكتور شوي أحلى. قريب عليها مكان المصايف اللي هي البانف، تبعد عنها ساعة. لثبرج تبعد عنها تقريبا حوالي 2 ساعة، ومدسن هات تقريبا حوالي 3 ساعات. مدينة حلوة في كالجاري، صح انه باردة شوية بس جو حلو. عندهم كنا لابس برتقالي، ليش؟ لانه عندهم لعبه مال هوكي، فتشوفون كلهم يروحون للبارات يشجعون الفريق مالتهم، يشربون يتونسون وياها يشجعون الفريق مالتهم، يعني بنيه ولد اصدقاء جامعه كلهم خسروا متونسين، ربحوا هم متونسين، كل الاحوال متونسين، لا يتعاركون ولا هاي. يعني بيهم قسم اذا صار عندهم مشاكل الشرطه موجوده بكل مكان، على البايسكلات يتمشون. هذا البرج هنا، هذا البرج هنا تشوفوه مركز المدينه، لبسيه فانيله حمراء زرق ورق. هي انا ديوان البرج، انا راح اصوره من فوق منه. درجة الحرارة هسه بالضبط 3. هذا البرج اللي انا فوق، انا خسارة من فوق. هذا بوسط مدينة كالجاري، قمة ارتفاع 150. هاي الدخونية مالته منها موجودة 360 درجة سكاي، يعني تفتر حول المدينة كالجاري. راح نرجع على هاي البناية حتى اشوفكم. تصليحات موجودة، أمانة العاصمة تشتغل 24 ساعة، التاكس كله يروح لأمانة العاصمة والتصليحات، شوارع نظيفة. تحس من تشوف هيجي شيء انه التاكس مالتك الدفعة انه دا يسوون بيه فد شي.
هاي البناية تعتبر ثاني بناية في بعد تورنتو، بناية عالية نفسها بالتصميم، وهاي واحدة هناك كالجري موجودة. شوف من فوق هذا، هذا علم ألبرتا، هذا العلم الكندي. هاي البناية صار على شكل هيك مقوسة. هذا قدام اكو قدام البناية وجه راس انسان موجود هنا. الفيديو الخاص بالعراق هنا دول الأصدقاء الموجودين. البنايات الموجودة هنا أنا يعني نقدر نقول 70% كلها تجارية و 30% سكنية، أغلبية مكاتب، محلات محامين، تجارة، يعني مكاتب بزنس. هاي جولة سريعة في الداون تاون. مركز مدينة كالجاري، بعد بدي اصور لكم اياه. طبعا هذا الشارع ممنوع تدخل الى ساعة 6 العصر، من 6 الصبح الى ساعة 6 العصر ممنوع احد يدخله، بس المشاة يعني السيارات ما مسموحة.
هذه الجسور تربط بالمولات. طبعا مولات من هنا نجهة ومن هالجهة هم مولات، تربط مول بمول يعني الجسر، لأن يعني الجو بارد حتى الناس لا تطلع بالشارع فيبقون انهم داخل البناية. هاي مركز مدينة كالجاري في مقاطعة البرتة. أحاول أسوي لكم فيديوهات أخرى بالنهار وإن شاء الله فيديوهات جديدة. يلا أصدقائي أشوفكم بعدين، شكرا لكم.